إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب ظن في الإله وشكره.